ممكن تقتلني معه؟ لا أقدر أرجوك، لأنه على شكل تمثال. هذا تمثال فري فاير؟ نعم، وأنا أريد أن أصبح تمثال أرجوك. أنا جيت. السلام عليكم خوتي وخواتاتي، واش رايكم؟ إمي ريق لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكرة جديدة. أوكي أساطير، اليوم عندنا مقلب النوب. طبعا عندي زمان ما سويت مقلب النوب يا حبيبي، راح أدخل السكوادات وأقول لهم أنا الصحراوي المسكين أريد أن أصبح سمين. مقطعنا اليوم راح يكون مقلب النوب، ومثل ما تعرفوا فكرة مقلب النوب بدون ما أشرح لكم كثير، فكرة مقلب النوب هي أني راح أدخل بحساب نوب مع سكوادات عشوائية وأقول لهم يعني علموني فري فاير، وأقول لهم أني أنا ما أعرف ألعب فري فاير، بعدها أدخل بحسابي الحقيقي. احنا وحدنا اوكي، في ناس تقول لك واو ساكورا، في ناس تقول لك اتس اوكي يعني تعاملت فيها مقلب النوب. اوكي اصدق لا تحطوا لايك، اشتركوا بقناة، امشي حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع ل 20000 لايك باسرع وقت. لازم غدا يكون 20000 لايك في المقطع حتى اعمل لكم جزء اخر باذن الله، وخليكم مع المقطع. ليست جو. والله يا شباب اني متحمس اني اقوم بمقالب النوب، مو بس مقلب، مقالب. ليست جو. اوكي يا شباب، اول شيء التيم كود مثل العاده والعادات والتقاليد. سلام عليكم. دقيقه اخي، سلام عليكم، ارجوك لا تطردني، ممكن تتكلم. اوكي طرد بطريقه محترمه. 78 78، يا اخي انا اعشق هذه الارقام السهله. ليست جو. 78 188 78 78 178 78. السلام عليكم يا أخي بلال. أنت من وين؟ أنا من الجزائر. بيبي أحسن ناس في العالم هم الجزائر. شكرا. أنت تلعب فري فاير قديم؟ نعم. أنت قديم جدا. نعم. من متى تلعب فري فاير؟ منذ سنتين. أوه، أنا ألعب فري فاير منذ أسبوعين. يعني أنت نوب؟ أنا مش نوب، لا تقول لي نوب. بس انت تلعب بي سي. نعم انا العب في البي سي تبع اخي صغير، هو البي سي يعني يلعب جيدا او لا. كأنه انا اعرفك. كيف تعرفني؟ انت صحراوي. مين صحراوي؟ في يوتيوبر يعني صوته كما صوتك. هل يوجد يوتيوبر مثلي؟ نعم. هكذا يلبس هكذا مثلي؟ لا. ماذا الذي لديه الالوان في حسابه؟ ما بعرف. انا تعلمت يعني شوي العب فري فاير، لكن ما اعرف اقتل الاعداء بسرعه. يرفع الايم لفوق، نلعب جيم انا وياك. ممكن تعلمني؟ هاي يلا يلا. والله شكرا شكرا اخي، انا من زمان ابحث على واحد يعلمني ما لقيت. انا راح اعلم. واو تصبح معلمي. انت محترف؟ نعم. انت محترف؟ نعم. انت محترف؟ بلال. ايوه. انت محترف؟ ايوه. هل صحيح ان الشوتجن هو سلاح قوي؟ نعم. انا دائما اخذ الشوتجن عندما اضرب الناس، الرصاص ما ياتي فيهم. لانه انت ما ترفع الايم لفوق. لا، لما اضرب انسان بعيد بالشوتجن ما يجيني فيه الرصاص. ما بعرف. ممكن تعلمني كيف اجيب الرصاص في الانسان؟ ايوه. الله حبيبي شكرا، انت انسان محترم. نزلنا. انزلكم يلا. انت محترف؟ ايوه. تضيقي ليش نزلت في الماء؟ انت قلت لي انزل، عيب عليك، ليش حبطني في الماء؟ ما احب الماء، ما اعرف اسبح، ماذا اعمل؟ ما اعرف اسبح. اضغط على زر الجريان هذا. زر الجريان؟ اين زر الجريان؟ هذا. ايوه تعال. صديقي من اين؟ أيوة. جبت من اين جبت القنبلة؟ اعطيني قنبلة. من وين جبتها؟ من الماء. دقيقة أجيب قنبلة أخرى. من البطريق تبعي. عندك بطريق؟ أيوة. أين هو البطريق؟ لماذا أنا ما عندي بطريق؟ أنا وحيد. ها هو. أنا لا أراه. يلا يلا نروح نقتل الأعداء، ممكن تعلمني الأسلحة الجميلة. أيوة. يلا يلا. راح ألوت وأعطيك. شكرا، أنت تعرف تلوت. هناك سيارة، ماذا أعمل فيها؟ في واحد معنا. راح احميك. اطلع اطلع. احميني احميني احميني. طيب طيب. عندي سلاح انا. راح احميك راح احميك. اخي هذا سلاح قوي. لا. اضرب به الاعداء. هذا سلاح العلاج. هذا سلاح العلاج؟ ايوه. اين سلاح الدم؟ خطه. تعال تعال. ضربته بسلاح العلاج 46. نعم. هل يضرب سلاح العلاج؟ الباقي عندي. لا بلا. ك-
كيف قتلوك؟ عندي لاج في هاتفي. ماذا اعمل الان انا؟ خفت ضربته. كفو. انا والله تعلمت. كفو. انا اتي انقذك. ايوه انقذتك حبيبي. شكرا. والله تعلمت. انت قلت لي سلاح العلاج سيء، سلاح العلاج قتلت به الاعداء انا. بس يعني هم تضرب انت حبة حبة. حبة حبة ما معنى حبة حبة؟ يعني طلقة طلقة. يا صديقي صارت عندي ملابس، شوف جاءوا الاعداء. جاءوا الاعداء. دمشته دمشته. طاح طاح. اضرب. كفو. قتلناهم نحن. ممكن تعطيني الأسلحة أرجوك؟ تعال تعال عندي أسلحة كويسة. هاك خد أسلحة كويسة. أين أسلحة كويسة؟ واو هذا هو القوي. خد هذا التوكن. التوكن ماذا أعمل به؟ تعال تعال زوم زوم. أركب في السيارة. أركب في السيارة. كيف أركب؟ في زر إنه راح أشوف. أضغط على زر الدخول. الدخول يلا. واو انا جالس خلف قاعد اراقب. اوكي قاعد اراقب. شوفي شوفي قاعد اراقب اليسار. انا بدات اتعلم صح؟ نعم. شكرا لك علمتني. انت اسمك بلال؟ عندي 2 اسماوات. عندك 2 اسماوات. ما هو اسمك الثاني؟ احمد. ما هو اسمك الاول؟ بلال. ما هو اسمك الثالث؟ ماعن. ما عندي اسم ثاني. ما عندك. هيا ننزل. اخي دمي منخفض ماذا اعمل؟ خذ هذا. تعال. ما هذا؟ خذه لما تجري في زر انه تضغطه. لما اجري في زر اضغطه. أيوه. هذا لا لما في حقيبتك تحت. لما في حقيبتك تحت. تحت حقيبتي. ايوه هذا عيدم. ايوه 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 لقد اكل ما هذا الشيء؟ ما اسمه؟ المستنشق. واو اخي هذا السلاح الذي اعطيتني اياه قوي يضرب الاعداء. نعم قوي. انا احب سلاح يضرب الاعداء. دائما عندي اسلحة ما تضرب الاعداء. انت عندك سلاح قرب وبعد. ما عندي سلاح قرب وبعد. هذا لما تضربه من بعيد وهذا من قريب. بعد اجرب اضربك. لكن ما متت لانه انا صديقك. في واحد. اين هو؟ واو انسان. نعم يريد قتلنا. نعم اين هو؟ هو جنب السيارة التي على الحمراء. ضربته انت. كيف قتلته بسرعة؟ ما اعرف كيف اعمل مثلك. لازم تضغط على زر. هذا زر القتل. ايوه انا قتلت الان. انا قتلته. طيب صديقي اخي انت محترف. نعم. هيا تعال معي راح اوريك شيء. وريني شيء. شوف. واو لا يا اخي كيف عملتها؟ كيف عملت تلك الحركة النهوض والجلوس؟ ذيك حركة مشهورة. مشهورة؟ انت محترف. شوية. ممكن تعمل لي حد تلك الحركة مرة اخرى؟ خذ الثلج في يدي. اخذ ثلج في يدي. نعم. اعمل هيك. اضغط. هكذا. لكن انت عملتها بسرعة. سوف تتعلم بسرعة. ممكن انت محترف. نعم. اخي هيا نركب في السيارة حتى نفوز. اخي الصغير قال لي اركب في السيارة تفوز. الان لا لازم ما تحرك السيارة، لازم نبقى واقفين في السيارة حتى نفوز. لا انسان انسان انسان. هروب. راح اموت. لا عندي لا. كيف ماذا اعمل الان؟ عبي دمك. ما ليس لدي الدم. اضربه. اضرب من؟ خليه يلوت. يلا اضربه. اضرب الان. نعم. ياو. كيف؟ اضربه كل لا متت. يلا معلش انت بديت تحترف. انت محترف.
ايوه شوي وانت بديت احترف. بديت احترف نعم. وشباب غلق السكواد. او شت كيف راح ابعث له؟ كيف ابعث له؟ ايوه شكله سحب علي. اوكي يا بلال قاعد انت له قبل ما ياتي. والله يا شباب الانسان راح قبل ما يشوف رده فعله على حسابي الاسطوري. ارجوك تعال يا بلال. السلام عليكم. انت محترف؟ نعم. لما دخلنا نلعب قتلون الناس ممكن تعلمني في التدريب؟ سوف اعلمك. هيا ندخل الى التدريب. ماذا اعمل الان؟ ماذا اعمل؟ تعال الى هنا. لقد جئت الى هنا. افتح اليد هذه. فتحت اليد. خير السلاح اللي تحبه. انا احب هذا السلاح. ما نمنيح. نعم. ممكن توري لي سلاح مينيح؟ في هذا السلاح هذا. ما اسمه؟ شوتجن. هذا؟ نعم. هذا أنا قوي، راح اشتري منه اثنان. لا اشتري واحد، واشتري هذا الامبي. الامبي؟ نعم. تربي السرعة؟ نعم. ماذا اعمل الان؟ ممكن تعلمني كيف اصبح محترف؟ ماذا اعمل؟ طلع الام لفوق. طلع الام لفوق هكذا. لفوق هكذا. تعال الى هنا. تعال. نشأت. اعمل هكذا. اعمل هكذا. اطلق عليه طلق. قاعد اضربه في رأسه. نعم. كيف تعلمتها انت هذه؟ ممكن اتحرك مثلك؟ ممكن ارجوك. انت محترف على البي سي. لا انا لست محترف. لديه اسلحة بنفسجية. اتنا دقيقة اشتري اسلحة بنفسجية. دقيقة. لديه هذا السلاح ولديه هذا السلاح. شوف. نعم. شوف راح اوقف جنبه. توأم. لا ممكن تقتلني معه. لا اقدر ارجوك. لانه على شكل تمثال. هذا تمثال فري فاير. نعم. وانا اريد ان اصبح تمثال ارجوك. لا تستطيع. انت تقدر تصبح تمثال؟ لا. انت محترف؟ نعم. تعال نضرب هذا الوجه الاخضر. هذا لما تتعلم فيه كيف تجيب هيت شوت. تعلم هيت شوت هنا. وهنا ايضا. هنا اتعلم هيت شوت. اين هيت شوت؟ اعمل هيل واضربه. ممكن اقتلك. لا تستطيع. لماذا أضربك بالرصاص ولا تموت؟ يا بلال ممكن تصبح معي في الأصدقاء؟ نعم. شكرا حبيبي، سوف أرسل لك. أصبحت صديقي. نعم. ممكن تعمل رمز الفريق حتى أدخل بحساب أخي. هذا الحاسوب حاسوب أخي، فيه حسابي وفيه حساب أخي. اعمل الخروج من المجموعة. سوف أعمل. ورا ردة فعله راح تكون أسطورية شباب، لأنه هذا الإنسان متابع للصحراوي. دخل حساب أخوك. أكتب الرمز. نعم. فأدخل بحساب أخي حتى نعمل مع بعض اللعبة. نعم. يلا دقيقة. والله يا شباب أتوقع أنه ردة فعله راح تكون أسطورية. أوكي لأنه قال لي أنه صوتك يشبه الصحراوي، لكنني لست الصحراوي. لست جو بيبي. إنه حساب الصحراوي الآن، فلندخل مع الضحية. صحراوي والله عرفتك يا أخي. ساكورا. صحراوي قلت لك بعرفك من الأول. صوتك جنني. ممكن تعلمني كيف أضرب الهيت شوت؟ يا عمي عندك حساب أحسن مني وتقول لي كيف أعلمك؟ أسطورة والله أسطورة. بعت لك طلب صديقة. شكرا. انت اللي شكرا الان. فيديو؟ نعم قاعد اصور فيديو. سوف تصبح مشهور يا حبيبي. انا عندي قناة في يوتيوب، مو تبعي تبع اخي. كنت بعرف انه انت صحراوي لانه صوتك بعرفه، لانه انا بتابعك. انت جزائري اي بعرفك. انا تاني جزائري. جزائري يا اخوي يا اخوي. اوكي بلال، هذا حسابك ولا حساب واحد صاحبك؟ حساب تاعي. انت اللي تشحن؟ ماشي انا اللي نشحن، اختارت يما. يماك تشحن لك؟ اختارت نسنى هكاك عام عامين، نسنى لانيفرسير تاعي كي يعطوني دراهم نشحن. بعد عام بعد حتى لانيفرسير مش تشحن.
اوكي، اعتبر انه اليوم لانيفرسير تاعك. علاه؟ لاني راح نشحن لك. قول والله. والله اوصلك دوكا. تقولي 200 جوهرة يا جدك، 200 جوهرة بارك حبيبي. صحيت خويا ربي يحفظك. كفاوك ولا ما كفاوكش؟ كفاوني بالبزاف. كفاوك بزاف؟ يعني نزيدك شوية. نزيدك شوية جوال. والمهم يا اساطير، هو كنت قد وصلنا لنهايه المقطع. اتمنى المقطع يكون اعجبكم. بس حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، امشي حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع لاكبر عدد ممكن من اللايكات. خلينا نوصل 20,000 لايك حتى استمر لكم بهذه السلسله مقلب النوب. ندخل نقول للناس علمونا كيف اصبح تمثال في فري. واشتركوا بالقناه، خلينا نوصل 500,000 مشترك باسرع وقت. ونشوفكم بالمقطع القادم. انا رحت.